نادر يمكن مشاهدينا شافوا ان ضيوفنا راح يكونون معنا من البلديه فحابين نقول للمشاهدين اذا حابين يشاركونا باي استفسار او اي تعليق معنا مدير راح يكون بلديه الكويت وكذلك نائب مدير المشاريع فممكن تشاركونا على هاشتاق ليالي الكويت مثل ما قالت ليلى وتبارك الرحمن من اعلنا وجود الضيوف الكرام من البلديه حتى على المستوى الشخصي قاعد يتواصلون معنا الناس سالوا عن هالموضوع ناقشوا هذه الفكرة راح نقول اليوم عندنا محاور أكيد راح نسولف فيها خلال الوقت المتاح مع باشمان السعود هذه الساعة المباركة بشرفنا منورنا يا حبيبي حياك الله يا أهلا فيك نور نورك الله يا الساعة يا المباركة مشرفتنا الله يسلمك ساعتك أبرك خلوني بس أبارك لكم ثقة القيادة بمناصبكم وانتم شاء الله أهلا لها نبدا معاكم مشروعنا او مشاريعكم في البلديه بموضوع الاجتماع مع الاخوان والاحبه ايضا مدراء البلديه فيما يخص الكود الخليجي. لم يقر حتى الان موضوع استرشادي نبدا بسيطه باش مهندس سعود عن هذا الموضوع موضوع الكود الخليجي اول شيء أمسي عليكم بالخير مسي اخواننا المشاهدين يعني. طبعا دائما مجلس التعاون هو يجمع جميع الافكار اللي بين الخليج صحيح. ويحاول يوحد مثلا الامور اللي تخص البلديات فمن ضمنها اللي هو مثلا الكود الخليجي صار لنا يمكن تقريبا مده عنا نتباحثه يعني كبلديات، بلديات الكويت وبلديات المجلس التعاون اللي هو الخليج كله بصوره عامه. الحمد لله يعني في الاجتماع الاخير اللي اجتمعنا اللي هو الاجتماع المسبق للاجتماع معالي الوزراء اتفقنا على الكود الخليجي ان شاء الله راح يتوحد على الخليج كله، طبعا هو راح يكون على مده ثلاث سنوات تقريبا استرشادي أه. بعد ذلك يتم تطبيقه ان شاء الله فعليا. باذن الله. بالعكس هذه يعني خطوه, خطوة جيده وممتازه على الموضوع هذا. جميل جدا وكذلك في خطوة من قبل بلدية الكويت أن بلدية الكويت قامت بتدشين النسخة الأولى التجريبية لتطبيق إي بلدية فياريت تكلمينا عن طريق مهندسة ميساء عن تطبيق إي بلدية وخطة بلدية الكويت في الرقمنة والتحول الرقمي للكويت جديدة 2035 طبعا مهندس سعود بهالمجال اعرف اعرف اكثر خلف المشاريع صوبي توكل على مهندس سعود طبعا احنا بعدين من مده بسالفه مثل ما تفضلتي اللي هو طريقه الرقمنه وكذي مشينا يعني بسكه طويله وبالنهايه يعني حصلنا اللي احنا نبيه حلو ما نقدر نقول والله ان احنا وصلنا اللي نبيه لا الى الان ما وصلنا التارجت اللي احنا نبيه بلشنا في طريقه الشكاوي طبعا الشكاوي عندنا اللي هو البرنامج الجديد مال الشكاوي طرحناه بدينا نستقبل الشكاوي حطينا لنا مثل ما تقول فريق عمل يعمل خلف الكواليس يعني الشكوى اللي دشت ترى مو دش على شخص واحد او شيء توزع يمكن تقريبا على تقريبا فوق الخمسين 50 مختصين في, في هذا الموضوع فالشكوى تتوزع من الى جهه اداره قسم مفتش نعم. مراقب كذي يعني نعم. اذا هذا انت قاعد تتكلم عن الشكاوى التي توزع على خمسين شخص فقط في التطبيق لكن هناك اكثر من قناه لاستقبال الشكاوى صحيح طبعا, طبعًا. عندنا نوال. مثلا مثلا يعني الحين اللي يطبق اللي يطبق تجريبي الحين اللي هو منصه تواصل الحكوميه نعم. بالعكس يعني هذا قاعد مثل ما تقول يسلط الضوء على القيادات قيادات البلديه وقيادات الوزارات كلها بالضبط. صحيح فاذا ما تفاعل مع هذا لا يعني مثلا احنا فاتحين مثلا اللي هو برنامج اللي هو اي بلديه مثلا الواتساب مال البلديه حساب البلديه بالانستغرام حساب البلديه بالواتساب جميع الجهات اللي قاعدين احنا نحطها ترى التواصل الاجتماعي قاعد نتفاعل وياها خل اشهد لك في هذه الجزئيه لان اكيد عندنا بعض النقاط اللي فيها انتقاد لكن خلينا نشهد الاخوان ايضا في البلديه في يخص هذا الامر بالفعل اول باول ما مجرد تقدم شكوتك ايا كانت ما تطول الامور الا الامر حالينا بشكل او باخر باش ما ميساء نروح للمشاريع وما ادري ليش دائما ملقى على عاتق البلديه هل الصوره الذهنيه اللي ماخذها المواطن والمشاهد انه الامور الجماليه النظافه الزينه كل ما يخص لازم البلديه معنيه فيه، هل هذه الصوره الذهنيه حقيقيه؟ بلاس زائد موضوع المشاريع الجديده الباركيه وغيرها من ذلك هل خلاص الحين طبقناها ولا سترى النور قريبا؟ في مشاريع عندنا يعني خلينا نقول بداية تنفيذ راح تدخل بداية, التنفيذ. بداية تنفيذ بداية تنفيذ بداية تنفيذ على سبيل المثال عندي شاطئ شويخ إعادة إعمار المباركية تطوير المباركية ومشروع عبد الله الأحمد اللي هو الثقافي التعليمي الترفيهي وشاطئ أنجفة قاعد يمشي موضوع على الحين ولا؟ شاطئ أنجفة هذا أحد الشواطئ اللي تابعة البلدية شاطئ أنجفة كان فيه مشكلة سابقة تعثر من قبل المقاول وكنا بدايه العقد مع المقاول فلما تعثر المقاول خلاص وقف العقد على ما يعني نبلش باجراءات العقد الجديد راح يعني ياخذ وقت. بهالفتره احنا سحبنا من الاعمال من المقاول وبطريقه وباخرى ان شاء الله خلينا نقول خلال اشهر بسيطه راح نفتتح ان على قصه المباركيه باش مهندسة. يعني ما ادري يؤخذ البعض يقول ليش عندنا المباني التراثيه؟ اللي هي ارث وورث لنا في الكويت دائما تمسح، تمحى، تدفن، تهدم، ليش ما نحاول نطورها، نثبتها، نزينها بشكل او باخر؟ هذا الناس اللي قاعد تقوله، ردكم انتم كمسؤولين في البلديه على هذا الجانب. هو بالعكس المباني التراثيه يعني من واجبنا احنا نحافظ عليها وحتى يعني الجهات الاخرى غير البلديه، المجلس الوطني للثقافه واكثر من جهه، يعني حتى في مباني هي مسجله. نعم. ان هي تاريخيه صح ككود عندهم فهذه استحاله ان احنا نقدر ان نغير حتى ملامحها يعني اعطيك مثال الحين آه عندنا مثلا اعاده اعمار المباركيه من بعد الحريج صحيح آه يعني انت مستوعب ان في بعض الطوف اللي ظلت آه محترقه محترقه راح يحافظون عليها المجلس الوطني بحيث ان هي تتغطى وتظل هذه اللقطات متحف لا هذا بقمتح. مشروع تطوير المباركيه آه آه مو نفسه لا احنا الجهه الحريق الحين الحريق بعض الاطواف اللي فيها الحريق أي وراح نرد اعاده اعمار بنفس الليفل اللي هو دور واحد ممتاز ومدققين على التصميم المعماري المحافظه على طريقه حتى السكيك اللي بين المباني نبي نحافظ عليها نفس ما كانت سابقا جميل جدا يعني يعني نبي نحافظ على التراث بكل ما نقدر جميل جدا. المشروع هذا اللي قاعد نشوفه هذا تطوير المباركيه تطوير اي هو عباره عن شنو؟ أنا عندي مسطحات هي مخصصة كمواقف سيارات بعضها مستقل وبعضها لا يعني فاضية راح أحولها لمواقف سيارات تحت الأرض ممتاز وتكون المباني فوق السطح مكونة طبعا من فندق هذا الفندق هذا الفندق حلو اي هذا الفندق بس راح تلاحظون أنه توحيد الشكل المعماري بطريقه التراث, التراث القديم هذا متى يعني من بلشة ومتى يخلص تقريبا احنا الحين حاليا المشروع هذا نبي ناهل الشركات انه يقدمون يقدمون الدراسه الاستشاريه خالصه من احد مكونات طبعا الفندق في مول في محال تجاريه بينهم سكيك في متحف متحف الامام عبد الرحمن بن فيصل مسجد وفي ساحه فعاليات هذه كلها مرتبطه ببعض نهايتها حديقه البلديه راح تتطور فيها الساحات الخضراء فيها اكشاك حق المشاريع الشبابيه راح تلغي اي حركه سيارات على الارض وتتحول أفضل. كلها حق تحت الارض جدك. طبعا راح تكون مغطى تعليقك مهندس سعود احس ودك تعلق على لا المشروع شيء شيق صراحه يعني راح يطلع شيء يعني حق مستوى اللي هو فيه جميل جدا بتكملين ما يساعد على المشروع اي آه إيه؟ هذا المشروع راح ينطرح كتاهيل شركات بدايه وبعدين مزايده يعني الهدف احنا نبي القطاع الخاص يساهم مو يساهم يشارك يشارك, يشارك يستثمر خلينا إيه؟ نقول يستثمر يعني هذا توجه الدوله ان القطاع الخاص هو اللي يستثمر والعائد الاقتصادي يكون من مصلحتنا بالطريقه هذه جميل جدا يمكن شفنا في احدى الجمل اللي موجوده بالفيديو أيوة ان مكتوب انها راح تكون راح تكون مظلله مظللة فقط في ما في تكيف؟ آه لأن في جونا وايد لا. بارد في أساليب في تبريد راح تكون موجودة فيها بإذن الله إن شاء الله ما هذا عن المشاريع هذا مشروع مستقبلي لكن انتهت من الدراسة الاستشارية آه ما, ما نقدر نقول مستقبلي لأنه هو قيد التنفيذ قيد التنفيذ ماذا عن المشاريع المستقبلية؟ المشاريع المستقبلية نقول مثلا عندنا سوق الخيام راح يكون بمنطقة الجهرة نعم راح يكون بديل السوق القديم وفي مكان مؤقت قريب انه يكون شيء مؤقت بس اللي بالجهره راح يكون سوق خيام بطابع حديث جميل جدا وضمن مع سوق الخيام راح يكون اللي هو التراث او خلينا نقول حياه الباديه من شغلات بيع تخص الباديه من مع خلينا نقول انه يكون معارض حتى حتى بيع صقور راح يكون موجود عنصر متكامل في هذا الجانب إيه؟ باش ما سعود يعني خلينا يعني هم اول باول مع المشاهد الكريم اليوم ايضا في خبر طلعنا على مفاد يقول بلديه الكويت توصي باستملاك منطقه جليب شيوخ وترفع تقريرها بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزير البلديه تسليم المدن العماليه والتجمعات السكنيه للعمال والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطط الاستملاك والاخلاء للمنطقه تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية جليب الشيوخ وما أدراك ما جليب الشيوخ بناء على هذا الخبر شو تقول أنت تطرقت حق موضوعين يا العمالية والجليب الشيوخ طبعا الجليب الشيوخ هي دراسة قام فيها معالي وزير البلدية السادة فهد الشعلة دراسة متكاملة حق المنطقة نفسها وشنو طريقة إجراءاتي اللي راح تصير ورفع حق مجلس الوزراء عشان يبدا مجلس الوزراء بدوره هو اقرارها وكذي راح يعرض عليهم وعلى اقرارها وكذي طبعا هو الخبر تطرق بعد حق المدن العماليه طبعا احنا عندنا مدن عماليه اكثر من منطقه خلصناهم عرضناهم على مجلس البلدي واقروهم مناطقهم وخصصهم مخصصهم على مناطق الكويت كلها يعني اللي هي اللي نحتاجهم طبعا هذه المناطق هذه المدن العماليه لازم طبعا اللي عرضناهم حق وزاره الاشغال صح بدورها وزاره الشغال تبدا عاد تبنيهم وتبدا مثلا تعطيهم حق المستثمر مثلا تقريبا يمكن في منطقتين اللي هو قطعتين اللي سويناهم خلصناهم الحين يعني قاعدين في البنيان اللي هم اعتقد تبع شركه المرافق يمكن <applause> آه ان شاء الله الايام القادمه لا راح يكون يبدا المنا... الاماكن هذه الجديده راح يكون فيها يرسونها على الشركات كذي وتبدا ان شاء الله المدن العماليه. هل هو سكن العزاب ولا في فرق بين المدن العماليه وسكن العزاب؟ شوفي هي المدن العماليه هي لسكن العزاب، <تصفيق> <تصفيق> انت <تصفيق> انت انت يعني كان بخاطرك مثلا تتكلمين عن شغله ثانيه اللي هي سكن العزاب داخل <تصفيق> <تصفيق> الـ <تصفيق> الـ السكن الخاص؟ السكن <applause> الخاص اللي هو سكن نموذجي، <applause> <applause> يعني العزاب يسكنون في السكن النموذجي طبعا هذا يأرق الخليج كله. يعني كنا في اجتماعنا اللي كان في مجلس التعاون كان مو الدوره هذه الدوره اللي فاتت بالرياض كان اغلب دول الخليج يتكلمون عن السكن العزاب داخل السكن النموذجي نعم شلون نقدر نتخطاه وشلون نقدر وشلون نقدر آه بفضل الله طبعا آه من تقريبا يمكن ثلاث او اربع شهور حطينا خطه عمل وحطينا لنا تارجت معين لازم نتخطاه وفعلا بفضل الله الى الان احنا تقريبا اي تخطينا 50% من التارجت اللي احنا حاطينه. بعد ما نكمل الستة اشهر طبعا راح نبدا نقيم الحاله مالتنا، نعم هل هي يعني في تقدم ولا لا؟ الحين هذه الخطه ماشيه الحين قصدك؟ ماشيه، يعني بفضل الله احنا العدد اللي عندنا الشكاوي اللي وصلتنا نعم بحدود 490 شكوى نعم واللي طلعنا عليهم. بس الان انا ليش ربط سكن العزاب بالمدن العماليه؟ لان ربما اغلب العزاب هم من العمال، فهل المدن العماليه راح تحل هذه راح المشكله؟ طبعا طبعا بشيء اكيد راح تغطي هذا كله. زين على طار الجليب راح اشركك مهندسه ميساء في هذا الجانب، الحين لما نقول البلديه والدوله بتستملك هذه الارض، هل حاطين انتم في بالكم خطه معينه هذه الارض بعد ما تستملكها وتفرغها من المحتوى اللي هي موجوده فيه؟ شنو الخطه البديله؟ يعني في ناس تقول ليش ما تكون هي المنطقة منطقة خدماتية للأشياء الحيوية اللي تحيط هذه المنطقة جامعة الشدادية سعد جابر المطار الجديد ليش ما تكون هذه المنطقة منطقة خدماتية لوجستية حق المشاريع الدار ما دار مدار هذا المكان أسمع رأيك في هذا الجانب هو للحين ما نعرض علينا المشروع عشان أن إحنا نعطي رأينا بس طبيعي يعني إحنا عندنا أفكار وايد مو فكره واحده حق مشاريع مستقبليه واماكن فاضيه يعني مثلا عندي مشروع اسمه مغامرات صحراويه مغامرات صحراويه اي انا ما بي يعني بي يعني, لا يعني هو بدايته الكويت يعني اعطينا هالمخمس لا لا, لا, لا لا اعطيهم مكونين من المشروع لانه يعني هو يعني للحين بالدراسه حلو يعني خلينا نقول هو راح يكون في سفاري في مناطيد ما بي أكثر يعني ازيد آه يعني اشرح اكثر عن المشروع لانه هو قيد الدراسه الناس ف... متعطشه والله مهندس ما تبي تسمع الأمور هذه لأنه يعني خل ناخذ خطوه بالطرح عشان بعدين انا اقدر اعلن آه ما شاء الله المهندسين اللي عندنا آه يعطونك آه افكار آه ابداعيه انزين و... ويطورون الافكار هذه حتى لما ينطرح اي مشروع ويعني وهم مع المكاتب الاستشاريه يعني ما شاء الله اشوف افكارهم مع بعض ننمي الفكره نطور الفكره مرات اشوفهم اشطر افكارهم تعطيني افكار احسن من المكاتب الاستشاريه ممتاز المبادرين اي المهندسين اللي عندنا بالقطاع طبعا احنا يعني بالبلديه نشتغل كمنظومه واحده كتير. تيم واحد يعني حتى حتى مو بقطاعنا يعني اي قطاع ثاني ناخذ راي بعض نشوف شنو شنو نقدر نساعد بعض سواء بالتنظيم بالمحافظات باي جهه يعني هذا يعني والتعاون هذا ترى من راس الهرم من معالي الوزير السيد فهد الشعله لغايه كل الموظفين اللي عندنا جميل جميل, جميل. انا بس قبل اسكر ملف الجليب ابي بس ردك في هذه الجزئيه باشمهندس سعود يعني التصور القادم لهذه المنطقه من وجهه نظرك؟ حسب اللي طلع لي إيه؟ هذا ان الى الان قيد الدراسه في مجلس الوزراء فاذا مثلا اقرت اقرت مجلس الوزراء حسب الكتاب اللي اللي طلع اللي هو الاستملاك راح تصير لها رؤيه ثانيه اصلا المنطقة يعني لان في البعض قاعد ينطر يقول لك يمكن تكون اراضي سكنيه يطلع لي بيت هناك او ارض هناك يعني قد يكون هذا الفكر، في شيء من هذا القبيل في من الافكار؟ هل هل راح يدش فيها المطور العقاري مثلا؟ مثلا هل راح يدش فيها مثلا ترجع مثلا المؤسسه العامه رعايه سكنيه؟ هذه الامور هذه الى الان ما يعني ما ما ما, ما, فيها؟ تم ما, فيها. ما بث ما ما بث لل جميل الان تكلمت المهندسه ميساء عن تطوير حديقه البلديه تطوير مشروع المباركيه وبالنهايه انتهاء في تطوير حديقه البلديه اذا تكلمينا اكثر عن تطوير حديقه البلديه والمساحات الخضراء شنو التطوير اللي راح يتم أه هو الحديقه حاليا انتم شايفينها يعني هي اسمها حديقه البلديه وشبه يعني ما حد ما فيها يعني ناس المرتادين قله ما في ليتات ظلمه <applause> فإحنا يعني نبي ننعش المكان ويكون هو نهاية مشروع المباركية تطوير حق المساحات الخضراء حق المساحات المائية النوافير راح يكون فيها أكشاك حق مشاريع الشبابية جميل يعني هل احنا كلنا نفتخر بحديقة الشهيد لأن مشروع جميل جدا أي فهل ستكون مشابهة لحديقة الشهيد نفس ما تفضلت ما أبي أقول مشابهة أه أه بس شاء الله هو المشروع كله كل متكامل هذه الغيرة الجميلة اي المشروع كله <applause> متكامل راح يكون شيء يعني يعجب الناس جميل هذا بالنسبة لتطوير المنظر وحديقة البلدية مهندس سعود ماذا عن تطوير خدمات البلدية؟ أه طبعا هي البلديه هي توفر طبعا لازم احنا اول شيء نشرح البلديه هي شنو؟ تفضل بالبدايه انتم قعدتوا تسالون عن اشياء وخليتوا البلديه، البلديه قائمه على ثلاث محاور. الا وهي؟ اي اول شيء الخدمات نعم قطاع هندسي والقطاع القانوني، هذيل الاشياء اللي قاعد فدائما دائما اللي تشوفون البلديه ترى القطاع الهندسي والقطاع القانوني ما شاء الله صاعد. عندنا قطاع الخدمات متاخر. ليش؟ اه اللي هو قطاع النظافه، قطاع هذا طبعا انا اول ما مسكت يعني كمدير عام بلديه الكويت كان يعني شغلي الشاغل هو اللي هو النظافه حطيت يدك على الجرح اي يعني النظافه اللي قاعد شوفه شيء مو يعني يحتاج لاعاده برمجه من جد جديد طبعا احنا في نهايه عقودنا هذه طبعا العقود هذه العقود ما هي على القدر اللي احنا نحتاجه او اللي احنا نطمح له اساسا العقود هذه جدا جدا يعني نقدر نقول انها ما هي مستوى يرتقي له الكويت لا انا وايد سعيد باللي اسمعه يعني فعلا هذا الشيء صراحه يعني يار كل مهندس او موظف في بلديه الكويت مهندس سعود ليش اقول لك انا سعيد اغلب اللي اسمعه يقولون يعني معقول المسؤولين في الدوله الحين حكي على البلديه على سبيل المثال كنت تحين معي مسؤولين في البلديه يقول معقوله مثل مهندس سعود لما يطلع من بيته ورايح دوامه او رايح مشوارة عينه ما ترصد عينه ما تشوف ولا هم عندهم قلنا نشكنا عندكم درب غير دروبنا اللي نمشي فيها فلما تقول انا يؤرقني انا يزعجني انا يؤلمني بعض الامور الخاصه في الجانب النظافه فاكيد ما انت على عاتقك ان الكويت تكون ما فيها قطف زكاير ولا قرطاس بالشارع قبل الهواء تكلمت حق الأستاذة ليلى قلت لها عن سالفه المطار قبل كم يوم صحيح اه يعني هذه ثقافة مجتمع ترى يعني الولد اللي يسأل أبوه قال يبى قط البطل عند المطار إيه؟ قال لي يبى عادي احنا بالكويت مو في فهذا بحد ذاته آه ثقافة مجتمع يعني, يعني لازم لازم نبدا احنا نوعي المجتمع نعم, اذا اذا دور البلدية استاذ سعود في تغيير او ثقافة المجتمع شوفي لازم لازم نحط يعني احتمالات قدامنا كبيرة يعني هي إيه تركه كبيره كبيره لازم نغير ثقافه مجتمع وهذا مو بالشيء السهل يعني انا سهل. اقول انا لك يعني يعني احنا حاطين لنا اهداف يعني اوليه مثلا نبدا ندخل المدارس ان شاء الله مع بدايه المدارس شكلنا فرق تبدا تشرح تبدا تقيم وتعطي التوجيهات للطلبه لازم يعني نزرع يعني القدوه داخل المدارس يعني الموظف البلديه انت تشوف ايش بيسوي او شلون يشتغل او هالعامل شلون يشيل او باش سعود زاد الـ 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 انا وايد معجب في الرؤيه وانه تغرس هذه المفاهيم في المدارس لكن بلس وزائد وعندك هذا الامر اكيد انت فاهمه العقوبه كثر ما كانت مغلظه يعني هذا الوالد والطفل اللي قلت لي عن قصته في المطار هذا الاب اللي قال احنا بالكويت يقط ايه البطل بالارض عادي بطل الماي هذا لو يدري انه مثلا بينرصب مخالفة مبلغ وقدره حتما هو اللي راح ياخذه ويوديه بسله المهملات اللي هي موجوده دار مدار الاماكن متعدده قصه القانون يطبق لكن تغليظ العقوبه يجب تغليظ العقوبه اكيد يعني هالامر هذا ما يعني ما راح ينسكت عليه يعني هذا من ضمن الدراسه اللي ان شاء الله حاطينها يعني قلت لك انا بعاتقنا امور واجد ان شاء الله صحيح. احنا يعني ودنا انا قاعد اتكلم احنا احنا يعني مو هو سعود الدبوس بنفسه او صحيح. مدير عام بلديه الكويت لا احنا نشتغل كتيم كامل يعني يعني اخوان وياي الوكلاء المساعدين كلهم ترى احنا لنا يوم بالاسبوع نقعد نتجمع نعطي افكار حق بعض نتجمع كلنا قاعده اخويه ترى مو قاعده مسؤول ومسؤول او رئيس ومرؤوس يعني كان الله يذكرها بالخير المهندسه منال العصفور يعني ترى هي كانت ويانا الثالثه صحيح نسي عليها بالخير نعم ف دائما يعني عندنا يوم بالاسبوع نتجمع نحدد افكارنا او شنو بنسوي او شلون نطور هالجهاز هذا جميل وان شاء الله يعني ما راح نوقف على شيء معين كلمه حق تقال او اشاده في جهود بلديه الكويت نفس ما تفضلت انت قلت عن ثقافه مجتمع هي هي ثقافه مجتمع وثق بجميع اطيافه وبجميع من يسكن على ارض الكويت يمكن قبل حلقتين استضفنا ندد باشين وجه لها تحيه مدير عام هيئه البيئه تكلمنا عن موضوع وقلت لها عن موضوع ممشى في احد المناطق السكنيه ان عقب الويكند نشوف الوسخ اشوف الوسخ بكل مكان وعمال البلديه ما يقصرون ولا يتكلمون ويشيلون كل هالوسخ بوقت سريع جدا فنوجه لهم تحيه العمال صراحه واشاده لكم في البلديه لكن نفس ما تفضلت مره اخرى هذه ثقافه، الآن أنت تفضلت وقلت أنه في المدارس راح نبلش في المدارس، فهل هناك تعاون بدأ مع وزارة التربية في هذا الخصوص؟ طبعاً طبعاً يعني مشكورين وزارة التربية حيل يعني متعاونين ويبون هالشيء هذا. بالنسبة تكلمتي عن سالفة الممشاة الممشاة وكذي، قبل كم يوم أقر معالي الوزير اللي هو مناطق الشواء. صحيح. فاجتمعنا ويا البيئه ويا هذا ويا هيئه الغذاء ويا اشغالات الطرق عندنا في البلديه لتحديد الشواطئ اللي راح يصير فيها شواء نعم. يسمح فيها شوا. بانك تشوي اي في وقت معين راح يكون في طريقه معينه البروسيجر معين لا وفي الوقت هذا راح يكونوا متواجدين لازم البلديه كرقابه اي إيه؟, ايه؟ شو اسمه والبيئه الهيئه عام شو اسمه هيئه الغذاء لازم يكونوا متواجدين ويانا في في الوقت هذا ومحددين لهم وقت معين وبطريقه معينه الحين احنا في طور الاجتماعات يمكن ترى النور خلال اسبوعين ثلاثه باذن الله ان شاء, إن شاء الله, الله خصوصا احنا مقبلين على موسم تصيف بس قبل لا نرجع ونستكمل حديثنا معاكم في تقرير عن رؤيه البلديه نشوفه ونرجع لكم تسعى بلديه الكويت من خلال مشاريعها لتنفيذ خطه التنميه في جميع محافظات الكويت. جهود كبيره تبذلها بلديه الكويت في تنفيذ المشاريع من خلال كوادرها الوطنيه للمساهمه في التطوير العمراني وانجاز مشاريعهم بدعم رؤيه كويت 2035. من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الداعمه لخطه الدوله التنمويه منها مشروع شاطئ الشويخ. المشروع اللي يهدف الى خلق بيئه جديده من المشاريع السياحيه والخدمات الترفيهيه والرياضيه في موقع يتمتع بحيويه جاذبه. وتستمر البلديه في تطوير الواجهات البحريه في مختلف مناطق البلاد. اكيد مستمرين معاكم في لقائنا مع المسؤولين الخاصين في البلديه المدير العام والمساعد ايضا في البلديه مساعد المدير لقطاع المنشآت المشاريع المشاريع مشاريع. المشاريع. المشاريع عشان كذي بحكي ميساء عندنا المشروع ما حكينا عنه وقال قبل شوي المهندس سعود تحت الهواء انه ايضا نبي الناس تبادر والتراخيص بشكل سريع راح تعطى لكن المشروع اللي ما حكينا عنه أه ابي اركز على سالفة مشاركة القطاع الخاص برافو بالمشاريع يعني الحين انا عندي مشروع اعادة اعمار المباركية هو تبرع من بيت التمويل ما قصروا قيمته 7 مليون شاطئ شويخ تبرع من البنك الوطني قيمته 3 مليون التبرعات هذه يتقدمون فيها وتنقبل من مجلس الوزراء ومن المجلس البلدي واحنا نتابعها كمشاريع فيعني غير يعني النظره للمستقبل حق تطور البلد وان تكون مركز تجاري ومالي لازم مشاركه القطاع الخاص سواء بالتبرع او بالاستثمار. فبالعكس احنا نرحب ومهندس سعود عنده طريقه معينه شنو تراخصها بسرعه تقول لي فتره بسيطه ممكن هذا الله يسلمك حددنا يعني سوينا لجنه من جميع القطاعات اللي تخص اي مشروع راح يقام يعني هذه اللجنه راح تنهض في اي مشروع تنموي حق الكويت احنا لازم ننهض في شيء هذا طبعا متى ما انتهى من موافقاته يترخص خلال يومين او ثلاثه يترخص خلال يومين يترخص هذه اللجنه الفنيه يعني جاده بهالشيء من جميع القطاعات جمعتهم كلهم كذي وخليناها مثل يعني كوكبه عشان اي مشروع تنموي لازم يقام فيه اصحاب المشاريع الصغيره عندهم شكوى اهل كبرها يقولون البلديه والله هم قصرين في التراخيص حتى وان كان في شيء يستثنى وفق الاطر القانونيه ما يقصرون معنا ويستثنون بعض الكافيهات بعض المطاعم لاولادنا ولبناتنا عندهم ارتداد معين فلزياده الدخل يحط لك الطاوله ولا الكرسي يقول لك والله الاخوان البلديه بين وقت ووقت وفق الاجراءات القانونيه يخالفوننا شلون نقدر نعطيهم الاستثناء او شلون التصريح اللي ممكن يسهل لهم هذا الجانب مال ما السعود شوف اغلب المواطنين يكون عندهم يعني لبس. مثلا لبس او قصور في القوانين نعم. هذا انا مالومهم اول شيء اول شيء دامنا ما شاء الله في تلفزيون الكويت احنا يعني نوجه رساله حق تلفزيون الكويت نبي منكم تخصصوا لنا مثلا يعني رساله مثلا نقول شهريه حق بلديه الكويت تبدا تشرح وتعطي قوانينها وشلون تمشي الاجراءات، هذا راح تسهل على المواطن اساسا، تعتبره ترسل ابشر تعتبره الله يعطيكم العافيه، هذه اللي انا احتاجه صراحه عشان يبدا المواطن يعرف وين يبدا. أه طبعا ما طلبت الا عزك الله يعزك تسلمي أه انا طبعا يعني دائما توجيهاتنا حق المسؤولين طبعا هذه باوامر عليا من سمو رئيس الوزراء ومعالي وزير البلديه أه افتحوا بيبانكم للمواطنين طبعا انا حددنا لجميع القياديين عندنا وجميع الاشرافيين يوم الاحد استقبلوا جميع اهل الكويت اللي يدش عليكم استقبلوه بصدر رحب ليش تسكر بابك وتخليه هو يتعنى ويروح حق فلان وفلان يجيك لا بابك مفتوح يدش عليك وياخذ اللي يبي شنو الشيء اللي تعطيه من ضمن القوانين والاطر ياخذه يبقى انت وضعك كذي اجراءاتك كذي تمشي كذي شغلك ماشي ليش تعطل وتخلي فيها مشكله عندك؟ جانب الوقت قاعد يداهمنا وياكم وموضوعكم وايد مهم ما ادري اذا تقدر بدقيقتين تلخص لي او اقل موضوع السكن الخاص والناس اللي قاعد تبني الحين نشوف الناس بعض هم تجل وفق هذا الاطار للامور الخاصه في البناء اللي يبني لك دور زايد اللي يحط لك والله حديقه تقول الحديقه مرخصه لكن لا تبني لي فيها المظلات وقصه المظلات اللي النصائح توجهها للاخوان اللي قاعد يبنون هالحزه. المظلات في خبر جديد على المظلات مهندس سعود. ان شاء الله باذن الله يعني المظلات راح ينزل عن, على طريق عن طريق برنامج سهل ترخيصه بالبيت تصوره وتدزه وتحسب المساحه وراح يصير مرخص وفق رسوم معينه. رسوم معينه اللي حددها لنا المجلس البلدي. جميل. واللي حاط مظله اساسا يجي رخص يصور ورخص طبعا على حسب ترخيصه واللي ما رخص راح نمهلهم يعني التوجه انه راح نمهلهم لمده سنه لتصحيح اوضاعهم ما بعد ذلك يبدا المخالفات ماذا عن الارتداد واستغلال الارتداد في الارتدادات طبعا هي الدش ضمن آه لائحه الزراعه يقدر يرخصها وياخذ عليها ترخيص ويصير منبر جمالي بالعكس احنا نساعد هالشيء مهندس سعود بس عشان هذه وايد مهمه توجه للساده المشاهدين لان كل بيوت الكويت عندهم مظلات زين مظله شمسنا حاره وين نصفط سيايرنا فبحط مظله انت تقول لا انا بيأطرها وفق امور قانونيه عشان نمشي في القانون بتمهل الناس سنه لا للترخيص يعني احنا الحين حطينا الشروط وحطينا الرسوم فنبدا نعطيكم مده سنه تقريبا لمده تصحيح الاوضاع كل واحد يرخص ما رخص بعد ذلك عاد تبدا المخالفه تجي <applause> <applause> الوقت تداهمنا مثل ما تفضلت نادر كان ودنا نسولف معاكم محاور اكثر ما تكلمنا عن باجي امور البناء أيوة والمناطق السكنيه ان شاء الله طمعانين في زياره مقبله منكم باذن الله, الله. الله. لكن المهندس سعود الدبوس المهندس ميساء ابو شهري شكرا جزيلا لوجودكم أيوة. معنا وردكم على استفسارات أيوة. الناس شكرا أيوة. جزيلا أيوة. لكم <applause> <لأنكم تصفيق> معاكم بنروح عندنا فقره فقره الترانزيت مع عبد اللطيف الصالح واللي راح تكون هي تمهيد ايضا لضيفنا القادم